صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدنا نتحدث عن السماعات الجديده من شركه سوني الاكس ام 5. والحلاوه فيهم انه وزنهم خفيف، الصوت كثير منيح، والبطاريه بتضلنا مده طويله. ومش بس هيك، بدي اتحدث معكم انا ليه بدي انا بعتقد انه هالسماعات احسن اختيار للسماعات اذا بدكم تستعملوا مع اي تليفون، يا اما اندرويد يا اما ايفون، لانه هالسماعات مش بس سعرهم ارخص من الايربود ماكس من شركه ابل، بس صوتهم منيح، البطاريه بتضل مده طويله، وغير هيك مميزاتها كثير كثير منيحه. يلا أنا طارق، هذه مراجعتي للأكس أم 5 من سوني. عملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. سيدي، هي العلبة السوني XM5 WH1000XM5، وسوني عم تستعمل هلأ خاصة المادات اللي بتكون منيحة للطبيعة، بيستعملت الكرتون هوني موجودة، حتى الغطاء الموجود هوني بيعمل عليه biodegradable، وعم بيستعملوهم بكل علبهم حتى التليفونات تاعيتهم الXperia 1 Mark 4 مثل ما شفناها من قبل. لما بنطلع على قوة البطارية تقريبا 30 ساعة لما بنستعمل الActive Noise Cancellation اللي عملوه off، لما بندورهم تقريبا 24 ساعة. High Res Audio 360 رياليتي اوديو موجود عليهم كمان، فينا نستعملهم كمان مع الايفون والايباد، مع اليكسا، مع الجوجل اسيستنت، على يا اما اندرويد يا اما ايفون، مش مشكله، كل شيء هدول بيمشي مزبوط مجرد ما ننزل التطبيق نوصلهم بالبلوتوث 5.2. وكمان شغله جديده، العلبه تاعيتهم كمان غيروا النظام تبعها، بطلت تكون كتير قاسيه، صار في عندها شوي هون فينا نطعجها شوي مثل ما نشوف مثل الاوريغامي موجود، عندنا الطعجات موجود هون، الطعجات على اليمين، ومن ورا كمان في عندنا خط حتى لما نحطهم بقلب الشنطه تاعيتنا ما يضلوا واقفين هيك ماسكين كتير منيح. سو رغم انه العلبه كبرت شوي بالتوسيع بس بتضلها منيحه وبتضلها تمشي مزبوط معنا بقلب العلبه. عندنا كمان الكباسي تاعيتهم السوني موجوده، ومثل ما هون نشوف السحابه بيمشي مزبوط. غير هيك لما بنستعمل السماعات بنحطهم لورا بنفهمهم، بنشوف هدول السماعات كتير منيح. في عندنا كمان شوي غراض هون اللي يخليهم يحموهم لما يكونوا بقلب العلبه. انا اخترت اللون الابيض بس في لون اسود كمان اذا بتحبوا تختاروه، رغم انه مبين علي منه كتير ابيض، هيدا مبين مثل عليه الكريم بدل ما يكون ابيض، بس عندنا كلمه السوني، وعنا كمان الغطاء من فوق، وعنا كمان نفتحها لنشوف عنا شريط السماعات 3.5 ملم هيدفون جاك بس للصوت، هيدا ما بيعطينا بس للصوت لنتسمع مش يعطينا الميكروفون. وكمان بيعطونا هون شريط USB-A لUSB-C لنقدر نشارجهم للسماعات، فيكم تستعملوا أي شريط صراحة، وبتقدر توصلهم كمان على الكمبيوتر طبعاكم إذا بدكم تستعملوهم. الحلاوة فيهم انه السماعات كتير منيح، وزنهم صار اخف كتير من السنة الماضية، ومش بس هيك النظام تغير. خلينا نتحدث شوي عنهم. اول شيء بنشوف انه النظام بطل يكون النظام نقدر نطعج السماعات نحطهم فوق بعض هيك، صار فينا نستعملهم مثل العادة، فينا نقلبهم هيك، في عندنا نقدر امكانيات نقدر نطعج شوي، في عندنا ماشي منيح، في عندنا كمان حاطين مادة هون حتى تكون كتير مريحة لراسنا، والسماعات هون الدينات تاعيتهم كتير مريحين كتير مريحين، بتشوفوا كيف بتاخد ثانية لترجع، كتير كتير ناعمة وخفيفة لما تحطوهم فوق دينيتكم، ما بتحسوا فيهم صراحة. الوزن صار اخف، عندنا ثلاث سماعات للميكروفون والنويز كانسليشن موجود عليهم، بنقدر نشوف على كل دينه هون، بتقول لكم اليمين، خلينا نحطها هون نرجعها، فينا كمان نشوف الشمال. على الدينه اليمين في عندنا عده شغلات، بس خلينا نتحدث اول شيء عن الشغلات الموجوده هون، عندنا كمان فتحه للميكروفون موجود، في عندنا الزر هون لندورها، واذا بدنا نعمل لها بيرنج مع التليفون الجديد بنضلنا كابسينه ومدورينه، بنقدر نوصلهم على جهازين بنفس الوقت، بس ما فينا نستعمل الالداك معهم على الجهازين، على جهاز واحد على جهازين بدكم تستعملوا الAAC. إذا كنت تستعملوا مع واحد فيكم توصلوا للألداك. هيدول السماعات الميكروفونات تاعت النويز كانسليشن، عندنا الشريط اللي بفوتوا عليه هون 3.5 ملم هيدفون جاك، وعندنا هالزر نقدر ندور الاكتف نويز كانسليشن والباس ثرو بكبسه واحده نحن عم نسمعهم. حلو فيها هون اذا بدنا نسيطر على الصوت بنعلي الصوت لفوق بننزله لتحت، بنروح الغنيه الجايه بنعمل على اليمين، الغنيه اللي مضيت بنعمل على الشمال، بدنا نبلش الموسيقى كبستين بدنا نوقف الموسيقى ثلاث كبسات. الحلو فيهم كمان اذا قمتوهم بنعمل على ديناتكم على راسكم كمان بتوقف الموسيقى، ولما بترجعوا بترجعوهم بترجع الموسيقى مزبوط. فينا نظبطهم هون مثل ما بدنا، بنشوف انه هون مثل النظام الجديد الموجود هون على الديني هون على اليمين وعلى الشمال، وفينا كمان نفوتهم ونطلعهم هون مثل ما قلت لكم، كثير كثير مريحين بيضاينونا مده طويله وبنقدر نستعملهم منيح. لما بتخلصوا استعمالهم اذا حاطينه مزبوط المفروض تحطوا اليمين والشمال، طلعوا كيف الديني نازله باتجاه تاعتنا العاديه، لما تخلصوا بتحطوهم هيك بتنزلوهم على الطاوله بتحطوهم يا ما تحطوهم بقلب العلبه. هلا تركيبهم على راسنا كثير كثير هين مثل ما قلت لكم، بتظبطوا الكمبيسات هون من اليمين والشمال، بتظبطوهم مزبوط بتحطوهم فوق دينيتكم وبتدوروهم.
وكل الكنترولز اللي مثل فرجيتكم هون على الايد اليمين. الشغلتين الحلوه فيها اذا عم تسمعوا موسيقى وحدا اجى جنبكم بده يحكي معكم، ما ضروري تقطفوا الصوت ولا تغيروا هي شيء، بس خدتوا بايدكم هون بتحطوا كبيسي فوق الدين اليمين، بتفتح الباس ثرو. هالباس ثرو بنقدر نسمع على الصوت من ورا، تستعمل الميكروفونات الموجوده جوا وبتعطينا الصوت من برا. صارت احسن بكثير من شفناها من قبل. ولما بتخلصوا موسيقى بتحطوا ايدكم من بعيد تبعدوها شوي، الموسيقى بترجع للعاده، كل شيء بيمشي مزبوط. هذه حلوه كثير كمان، طريقه كثير هينه، ما بقولكش لك كبسات ولا شيء، لك شو حبيبي شو بدك تسمع وبعدين خلينا نتحدث مع بعض. هلا الله يستر عليهم لهالسماعات، بدنا ننزل تطبيق. اذا عم تستعملوا اندرويد ولا ايفون بتنزلوا التطبيق اسمه سوني هيدفونز، بتوصلوهم مثل ما عم تشوفوا هون. انا موصول على الالداك، هذه الشغله كمان لازم نعرفها. على تليفونات الايفون الاي اي سي حيكون احسن شيء موجود عندنا، بس على تليفونات الاندرويد اللي بيستعملوه الالداك بنقدر نستعملها. لازم نفوت على السيستم تبع البلوتوث وندور الالداك من هون، اتش دي اوديو الالداك موجود من هونيك وكل شيء بيمشي مزبوط. بعدين من هون فينا نسيطر على الباقي كله بقلب التطبيق نفسه. مثل ما بنشوف اللون السماعه اللي عندي اياها قدت الكونكشن تاعتها، اذا عاملينها بلوتوث ولا بالشريط، وغير هيك كمان عندنا كمان الكميه البطاريه عليها. مثل ما قلت لكم تقريبا 30 ساعه، تقريبا 28 30 ساعه لما تكون عم تستعمله من غير الاكتف نويز كانسليشن، معناته الصوت بيجي عادي، في انه بضلوا اخف من عاده، بس انه بضلوا بدكم تعرفوا انه المده بتضاين اطول من غير ما نستعمل الاكتف نويز كانسليشن، وتقريبا 22 ساعه 24 ساعه على التقويت هذاك. بس صراحة صراحة من لما جبتهم لهلا، من شي جمعتين من لما بلشت استعملهم لهلا، ما صارت الا مرة واحدة قالت لي انه البطارية لو يوسج، دايما 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 بتضلهم ماشيين وبيضاينوا مدة طويلة. هلا بالصفحة الأولانية اللي بنشوفها هون بنقدر نسيطر على الصوت، إذا عم نلعب موسيقى الأدابتف الساوند كنترول موجود هون كمان، اللي بيقدر يعرف موقعنا بيتسمعوا بالسماعات ليعطونا الأكتف نويز كانسليشن المضبوط لما نكون ماشيين على الباص، لما نكون برا، لما نكون كمان بمكتب وما في كتير صوت. تحت الصوت فينا نظبط التنظيمات، فينا نكون بين الاكتف نويز كانسليشن ولا الامبيانت مود ولا الاوف، وشغلتين كمان الزر الموجود عندنا هون اذا كبسني كبسه مره بيقلب بين الاكتف نويز كانسليشن والامبيانت، وبفرجيكم كمان كيف فينا نغير النظام تبعه. بس هيدي شغله منيحه انا مدورها هونيك. سبيك تو تشات حلوه اذا بتستعملوها وانتم ما بتغنوا باي غنيه عم تستعملوها ولا بتحكوا مع حدا، مجرد ما السماعات يسمعوا صوت حدا عم بيحكي حينزلوا صوت الموسيقى ليخليكم تقدروا تتحدثوا. سو اذا عم تغنوا مع غنيه حلوه ومبسوطين فيها للاسف هذا حيكون مشكله وحيقطع لكم الصوت. بالنسبه لي معجب فيه الاختيار بس ما بستعمله، دائما بخليه اوف. عندنا الايكولايزر فينا نظبط كل الشغلات المضبوطه، عندنا السيستم اللي فينا نظبطه، اذا عندكم دولبي مثل ما موجود على التليفونات السوني وكل هالشغلات فيكم تظبطوها كمان، وكل النظامات هذه بتخليكم تعطوا خبره الموسيقى اللي بتجي منه لهالسماعات خصوصيه لكم. غير هيك كمان فيكم تعمل نظام لتعمل الاير شيب، غير هيك كمان عندنا عده اختيارات لنقدر نظبط 360 اوديو الاوبتمايز سمارت فون للتليفون اللي عم تستعملوه، وغير هيك كمان ال 360 الانلايز الاير شيب ليعطيكم الصوت لحتى يكون حجم مش حجم بس نوعيه الدينه تاعتنا حتى يعطونا الصوت المضبوط لها. اخر شيء في عندنا الدي اس اي اي موجود هون فينا ندوره، الدي اس اي اكستريم فينا ندوره. لما نسحب على اليمين فينا نسيطر على الكونكت لشاهزين بنفس الوقت. الشغله الوحيده اللي لازم نعرفها مجرد ما ندورها هيدي بتقلكم انه الالداك بطل يمشي. اذا عم تستعملوا الالداك وخاصه عم تستعملوه على تليفون اندرويد بتقدروا تستعملوه الاختيار، هيدي شغله مهمه. الالداك حيعطيكم صوت احسن بكثير، بس اذا بدكم تستعملوه مع جهازين بنفس الوقت هلا لازم نطفيها بنستعمل الاي اي سي. فينا نستعمل خبرة الجوجل اسيستنت يا اما الامازون اليكسا لان عم نستعملها على التليفون الاندرويد، وبيشتغل مثل ما قلت لكم على الايفون كمان اذا بتستعملوا هونيك مع التطبيق من الابل اب ستور. اخر شيء فينا نثبت هون على الامبيانت مود والنويز كانسليشن، بالديفولت تبعتهم بيعطينا بس الاختيارين، معناته بننط بيناتهم وما بنوقفها. اذا بدكم تحطوا الاختيار الثالث بتزيدوه، ساعتها الزر ببلش يمشي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 بضلوا يمشي عبرهم لحد ما يعطيكم الاختيار اللي انتم بدكم اياه. عندنا كمان طريقه نستعملهم مع الكبستين والثلاث كبسات الموجودين عليهم اذا انتم عم تستعملوا السماعات وما عم تسمعوا موسيقى. اخر شيء اوتوماتيك اوف اذا بدكم اياهم يطفوا لما ما عم تستعملوهم، هيدي كثير منيح بتساعدنا نقضي البطاريه اكثر. الباوز لما بتقيموهم عند عينتكم مثل ما عم فرجيتكم من شوي لما كنا عم نتحدث عن الاختيار والحركات اللي نقدر نعملها على الكباسي على التعيد اليمين هون، نفس الشيء بتقيموهم من دينيتكم بتوقف الموسيقى بتحطوهم بترجع الموسيقى بتبلش. النوتيفيكيشن والفويس اسيستنت هيدي حلوه كثير اذا بتستعملوا جوجل، بتعطيكم النوتيفيكيشن تاعتكم فيكم كمان تردوا عليها مع استعمال الجوجل اسيستنت. بعرف على القليل عم تشتغل هلا باللغه الانجليزيه مثل ما عم تشوفوا، بس اللغات الثانيه الموجوده هون نقدر نختار منها، في عندنا الفرنش الجيرمان ايطاليان دوتش، والله اللغه العربيه ما موجوده، سو بالانجليزي بس بتمشي لالي. على القليل انا ما حستعمل الفرنسي عليه لهالسماعه، بس فيني استعملها اذا بدي. فينا كمان الابديت عليه للاوتوماتيك ابديت والانيشلايز سيتنج لتقدروا تعملوا له سيتنج من اوله. اخر شيء كمان في عن الاختيار تاعي 360 للموسيقى اذا عم تستعملوا موسيقى التطبيق تبع الموسيقى اللي ما عم بيستعملوها هلا.
ما عم تشتغل هي مع الامازون ميوزك اللي انا بستعملها طول الوقت، بس على القليل فيكم تعرفوا انه في عنا الاختيارات لنستعملهم معه. هلا بالنسبه لإلي انا بدنا نتحدث اول شيء كمان عن خبره الصوت تاعت الميكروفونات الموجوده عليهم، مش بس نويز كانسليشن، هيدي السماعه بتوقف الصوت يجي لنا، فيكم كمان تتسمعوا وتشوفوا كيف الصوت بيجي منهم. ومش بس هيك، بدي افرجيكم كمان المصدره انه يكون في صوت كتير جنبي، واذا انتم فيكم تسمعوني لما عم سجل الصوت من هالميكروفونات. عشان هيك بدي اعطيكم اثنين سامبلز، واحده بقلب المكتب ومع الكمبيوتر تبعي داير وكل المراوح ماشي على 100%، وسامبل تاني حتكون برا بالجنينه حتى تشوفوا كمان كيف الصوت بيكون برا، هل بتوقف الصوت من برا وتسمعوني انا دغري. يلا خلينا نشوف هالمصدره. هلا بدي اعطيكم انا مصدر عن الصوت كيف النويز كانسليشن بيجي عليهم لهالسماعات. اول شيء بدي اقول لكم انه انا الكمبيوتر وراي انا مدور المراوح عليهم هون على 100% حتى يعطوا الصوت العالي تاعتنا. وعاده لما بستعمل السماعات هدول انا بصراحه ما بسمعهم اطلاقا، لا نفس لا شيء، ولا حتى كانه في جنبي كمبيوتر مدور انا عم بستعمل هالسماعات. والشغله الثانيه اللي بدي افرجيكم هلا كمان انه كيف بيمشوا هالميكروفونات الجديده عليهم هون موجودين على السماعه. لما بنعمل مكالمه بيكون في صوت كتير حوالينا وفي ضجه، صوت مثل ما عم بتشوفوا كتير منيح. ومش بس هيك، بقدر انا اضمن انه ما تكون سامعين المراوح وراي، عشان هيك حاعطيكم هيك مثل مصدر صغير عن صوت المراوح اخر الفيديو هيدا. هلا عم نستعملهم برا مثل ما عم تشوفوا، مثل عم تسمعوا احسن، الصوت بيكون كتير منيح، الميكروفونات ماشيين منيح، في شويه هواء وعصافير فوقي، عشان هيك بنقدر نشوف كيف الميكروفونات بتشتغل جوا وبرا. الحلاوه فيها انه الصوت كتير منيح، النويز كانسليشن كتير قويه. ومش بس هيك، كل شيء بيمشي مزبوط بالسيستم مثل ما بنحبه، والسماعات كتير منيح، خفيفين، بيقضوا مده طويله، والصوت كتير حلو. هلا مثل ما لاحظتوا الصوت تبع الميكروفونات شيء خرافي صراحه. يعني الشغله المهمه اللي لازم نعرفها، من الاكسم 3 للاكسم 4 تحسن الصوت. الاكسم 3 عندهم مشكله، ما كانوا منيح، بس بالنسبه لاني كان فيكم تستعملوهم، بس بيكون عندهم شوي غبشه هيك شوي بالصوت، ما بيكون كتير واضح. الاكسم 4 زبطتهم، الاكسم 5 صارت على مستوى جديد يعني خرافي مثل ما شفناه من قبل. عشان هيك انا انبسطت كتير لما كنت قاعد جنب الكمبيوتر والمروحه ماشي 100%، وقفت صوت المروحه زبطت الصوت علي، وعطتكم الصوره الصوت حتى تقدروا تسمعوا علي مزبوط. يعني اذا عم تعملوا مكالمه وفي ناس حواليكم في ضجه، هيدول السماعات اللي لازم تقدر تستعملوهم منيح كتير. اذا ظهرتوا لبرا في حيوانات، في طيارات، سيارات، كل هالشغلات نفس الشيء، بتوقف الصوت ليجي لكم حتى انتم ما تسمعوها، بتقدر تركزوا على المكالمه ولا الفيديو اذا عم تعملوه. وكمان فيكم تستعملوا نفس الشيء، بتقدر تعطيكم الصوت الخصوصي لكم بالميكروفونات الموجوده هون. هيدي الشغله كتير منيحه، وسوني زبطتها مزبوط بالاكسن 5. خلينا نتحدث شوي عن الصوت وخبره الصوت عليها لهالسماعات. صوتهم مزبوط اذا انتم جايين من سماعات سوني من قبل، الاكسم 3 الاكسم 4، على حتى كمان اللي بتقدر تحطوهم بقلب بيناتكم، هدول حيكونوا كتير منيح وحتكونوا مبسوطين كتير فيهم. انا ما بعتقد هالسماعات معمولين للناس اللي اشتروا الاكسم 4 من السنه الماضيه، صراحه للاكسم 3 واللي من قبل هدول حيمشوا كتير منيح. سماعات سوني ما بتغيروهم كل سنه، على القليل سنتين يمكن كمان 3 سنين. الاكسم 3 صوتهم كتير منيح، بس اذا بدكم سماعات يكون عندهم ميكروفونات احسن، الاكتف نويز كانسليشن احسن، هدول بيكونوا احسن بكتير. بس بدكم تعرفوا انه في فرق بالسعر، بدكم تشتروا شغلات جديده. بس هدول معجب فيهم كتير، وانا مبسوط كتير بالسماعات القديمه منهم لسوني. هلا باول فيديو قلت لكم انا انه بعتقد هالسماعات احسن من الايربود ماكسز الموجودين على السيستم تبع الابل. هلا بنعرف نحن انه فينا نستعمل الايربود ماكس بالاندرويد، وفيكم تستعملوه على الايفون. صوتهم كتير منيح وسعرهم اغلى كمان من الاكسم 4، هيدي الاكسم 5 اللي عندي هون. عشان هيك بقول لكم انا الخبره اللي بدكم تعرفوها مزبوط شو نوعيه الخبره اللي بدكم اياها. هل بدكم سماعات بس بيشتغلوا منيح كتير على تليفونات الايفون، ولا بدكم سماعات بيشتغلوا منيح على كل التليفونات، على الاندرويد، على الايفون، على الشغلات الثانيه؟ بعتقد انا الاكسم 5 بيعطونا الصوت كتير منيح، المسافه فينا بيني وبين التليفون، بحط تليفوني على المكتب هون وبظهر للاوضه الثانيه، بتشتغل كتير كتير منيح، وهذا مبسوط فيها منيح. سو الصوت للوزن كتير اخف كتير من السنه الماضيه. ومش بس هيك، الكميه تاعت البطاريه بتقدر تضلها مده اطول. شكلهم منيح، غيروه شوي عن الديزاين القديم، بس بالنسبه لي زبطوه مزبوط. بنضلنا نقدر نقيمهم من الطاوله، نحطهم على عينيتنا لما نخلص نحطهم على الطاوله، وكتير كتير هينين، وما بدنا نفهم انه شو بدنا نطعج من هون ونطعج من فوق لتحت. نظام حلو وكتير منيح، وبالنسبة لي أنا بعتقد هالسماعات كتير. إذا بدكم تفكروا تجيبوا سماعات منيحة الهاي كواليتي سماعات من أي شركة هلا موجودة بالسوق، سوني عندهم صوت منيح والأكسم 5 كتير منيح. يلا شكرا جزيلا على كل الناس على الاشتراك، إن شاء الله انبسطتوا فيه لهالفيديو، وخبروني تحت شو رأيكم بسماعات جديدة من شركة سوني. نشوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد.